الحمد لله الذي جعل شهر رمضان من افضل شهور العام. ومن علينا بادراك شهر الصيام والقيام. فضل ايامه على سائر الايام، وعمر نهاره بالصيام، ونور ليله بالقيام. احمده واشكره على الاحسان والانعام. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اله تفرد بصفات الكمال. واشهد ان محمدا عبده ورسوله افضل من صلى وصام. وأتقى من تهجد وقام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة تتعاقب بتعاقب الضياء والظلام وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم إخوة الكرام فيها في هذا اللقاء المتجدد من فقه الصيام السنة الفعلية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد ركعات التراويح أنه كان يصلي في رمضان كما في غيره إحدى عشرة ركعة كما في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما زاد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي والحديث أخرجه البخاري ومسلم والسنة وأما السنة القولية فقد قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أو ترت له ما قد صلى والحديث متفق عليه فلم يحددها في سنته القولية بعدد لا يزاد عليه ولذا صح أن الصحابة رضي الله عنهم أنهم زادوا على إحدى عشرة ركعة فقد صلوا التراويح في عهد عمر ثلاثا وعشرين مع الوتر 23 ركعه ونقل غير واحد من اهل العلم الاتفاق على انه ليس لذلك حد لا يزاد عليه قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ولا خلاف انه ليس في ذلك حد لا يزيد عليه ولا ينقص منه وان صلاه الليل من الفضائل والرغائب التي كلما زيد فيها زيد في الاجر والفضل وذكر شيخ الاسلام ابن تيميه ايضا فقال: قال قيام رمضان لم يؤقت النبي فيه لم يؤقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا بل كان هو لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 13 عشرة ركعة لكن كان يطيل الركعات فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم ثلاثا يصلي بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد على الركعات لأن ذلك أخف على المصلين على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة ثم كان طائفة من السلف والكلام شيخ الإسلام قال ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث قال وهذا كله سائغ فكيف ما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الافضل. وان كانوا لا يحتملونه يعني لا يحتملون طول القيام فالقيام بعشرين هو الافضل، ثم قال: ومن ظن ان قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد اخطا وانتهى كلامه. ويستحب للمصلي ايها الاحبه ان يقول بعد سلامه من الوتر سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاثا يمد صوته بها في المرة الثالثة لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس رواه أبو داود وروى عبد الرحمن بن أبز قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله احد قال واذا اراد ان ينصرف من الوتر قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ثم يرفع صوته بها في المره الثالثه والحديث اخرجه الامام احمد المسند وليس من السنه معتاده كثير من الناس من قولهم بين التسليمتين في التراويح سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا فان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن صحابته ولا استحبه الائمه الكرام كمالك والشافعي واحمد وابو حنيفه وابي حنيفه ولم يرد شيء من الذكر بين التسليمتين اصلا في التراويح ولهذا انكر اهل العلم هذا وعدوه من البدع المحدثه كما قال محمد العبدري المالكي المشهور بابن الحاج المتوفى سنه 37 و700 للهجره في كتابه المدخل او المدخل قال فصل في الذكر بعد التسليمتين من صلاه التراويح قال وينبغي له يعني للامام أن يتجنب ما أحدثوه من الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة التراويح، ومن رفع أصواتهم بذلك، والمشي على صوت واحد، قال: فإن ذلك كله من البدع. هذه بعض الأحكام المتعلقة بقيام رمضان، بقيام رمضان، مما يحتاجه المسلم، يحتاج المسلم معرفته، فينبغي لنا أيها الأحبة ألا نفوت فرصة قيامه، ولنحرص أن نكون ممن يقوم هذا الشهر إيمانا واحتسابا. حتى نفوز بمغفرة الله عز وجل وعفوه، ومن وجد في نفسه كسلا عن صلاة التراويح والقيام فليلجأ إلى ربه أن يرزقه الهمة والرغبة في ذلك، وليسعى في تحصيل الأسباب التي تعينه بإذن الله سبحانه وتعالى على القيام. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن الأسباب المعينة على القيام، قال: اعلم أن قيام الليل عسير على الخلق. إلا على من وفق من وفق للقيام بشروطه الميسرة له ظاهرا وباطنا، ثم أخذ يذكر الأسباب الظاهرة والباطنة، فقال: فأما الظاهرة فأربعة أمور، يعني التي تعين على القيام. فأما الظاهرة فأربعة أمور، الأول ألا يكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه ويثقل عليه القيام. الثاني ألا يتعب نفسه بالنهار في الأعمال التي تعيا بها الجوارح. وتضعف بها الاعصاب فان ذلك ايضا مجلمه للنوم. الثالث الا يترك القيلوله بالنهار يعني تعينه لو نام في القيلوله هذا يعينه على القيام في الليل. الرابع الا يحتقب الاوزار لا يرتكب الاوزار بالنهار قال فان ذلك مما يقسي القلب ويحول بينه وبين اسباب الرحمه. قال واما الباطنه الاسباب الباطنه قال فاربعه امور. الاول سلامه القلب عن الحقد على المسلمين. وسلامته عن البدع وعن فضول هموم الدنيا. الثاني خوف غالب يلزم القلب مع قصر الامل، يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى ويقصر امله في الدنيا. الثالث ان يعرف فضل قيام الليل بسماع الايات والاخبار والاثار. الرابع وهو اشرف البواعث، قال وهو اشرف البواعث الحب لله وقوه الايمان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح قلوبنا واعمالنا. وان يوفقنا للقيام والصيام على على النحو الذي يرضيه عنا والى ان نلقاكم في حلقه قادمه نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته